أنا إبراهيم حكي في أوباس في العالم. شو؟ لحد هون لانه اعطينا ثقه بالنفس، هذا اهم شيء. يعني ما حسسنا نهائيا انه يختلف عن اخوانه او اي شخص ثاني. ايش ايش يا عمري، ايش يا حبي؟ هي حكت حكت نور عني، حبك حبك كثير كثير كثير. كيف بيتزوجوا واحد داون؟ هم الفكره موجوده معششه في الشعب هيك، لكن يعني الشخص نفسه لو بتعامل مع ابراهيم بغير فكرته. كل شيء، مو نسكافيه، حليب. تفاجأنا في المحكمه، يعني قلنا له يا عم احنا جوزنا اكثر من واحد، هذا يعني شو مشكلته؟ زيه زيهم. هذا الدم لازم ايش تروحوا نحولكم على دكتور، والدكتور بيعمل تقرير وبتيجوا علينا. انا مبسوط كثير. شان ليش؟ ان شاء الله ان شاء الله عصي احلى احلى عصي عالم. عجبتني البدلة أو صرت بدي إياها أنا، ورقصنا مع بعض. هم ناس وسيم ستين ثيف. وابراهيم ما بختلف على زيه زيهم، يعني ما بختلف عنهم نهائيا، يعني مش انه بس بروح انه بتسلى او لا، زيه زي اي موظف وله حقوقه زيه زي اي موظف. ابراهيم شغله الاجتماعين وين يقعد فيه عليه؟ بس؟ بس. ابراهيم بحب كثير شغله وانا فخوره فيه. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام؟ تمام. الحمد لله. بيبي احكي لي شو؟ بابا بابا بابا. مثل بيبي احكي لها نور ماما. الحب انا شو
معنا. أنا بحبه كتير. يعني